كيف أصبحنا، كيف كنا. كان يقول الخليفة الثاني: إذا عثرت بغلة في العراق سألني عنها ربي. ثم الآن العراق مدمر، والجزائر مدمرة، ومصر مدمرة، وكأننا كلنا تحت الاحتلال. وهو حقيقة هناك احتلال خارجي، ولكن هناك احتلال داخلي. كيف كنا وكيف أصبحنا؟ مدة 13 قرن كان يشع على، صحيح أن كانت تأتي فترات فيها بعض الأخطاء، وهناك حكام بالتأكيد ارتكبوا أخطاء، ولكن بشكل عام تقييم التجربة كانت تجربة راقية على أكثر من صعيد، وكانت ليست هناك حدود، وليس هنا. انظر إلى ما يحدث الآن في التأشيرات، انظر إلى ما يحدث في الحدود، انظر إلى ما يحدث ما يسمى البيدون، انظر إلى هذه الاختراقات اليومية والتي تتعدى أي شيء. يحدث في السجون العربية ما لا يتصوره إنسان. وأنا دائما أقول: كيف يعقل أن يخرج الناس من السجون العربية، خاصة المتهمين في قضايا سياسية، ولا يصبحون إرهابيون؟ إنهم يصبحون إرهابيون بالرغم عنهم، ولكن كثيرين منهم يعفون وينتظرون فقط الخلاص. نحن نعيش فترة حالكة، نعيش فترة حالكة، لأن الحقوق السياسية انتهكت. لا قضاء ولا سلطة تشريعية. على مدار 13 قرن كان هناك فصل بين السلطات، كانت السلطة التشريعية تسمى سلطة العلماء، وكان القضاء وكان الحاكم، لكن الآن كله يختصر في شخص واحد، وأحيانا في بضعة أشخاص. هم الدولة، هم الوطن، هم الحكومة، هم كل شيء. ثم تسمع مثلا أن هناك أشخاص يدخلون السجن لأن هناك الذات الأميرية، وكنت يعني مفجوع وأنا أسمع لهذه الكلمة. ذات الله تنتهك في كثير من هذه الدول يوميا، ويسب الدين ويسب اسم الجلالة، ولا أحد ربما يحاكم، ولكن عندما يقال انتقاد لأمير أو لرئيس نسمع بالذات الإلهية، ونسمع بقانون العيب، ويدخل الصحفيين ويدخل الناس السجون، ويقتلون ويعذبون. هناك شيء حقيقة تعجز الإنسان أن يعبر عنه، عما يحدث. أستاذ محمد، رأيك واضح، اسمح لي أستمع إلى رأي الدكتور عزيز شيال. دكتور عزيز، يعني المشكلة ليست في قانون المحكمة الإسلامية، ولا في إقرار هذا القانون، ولا في منظمة المؤتمر الإسلامي، ولا في الجامعة العربية. المشكلة في الأنظمة التي اجتمعت في هذه المنظمات وهذه الجمعيات. كلام سليم جدا. فعلا هو العيب في الأنظمة، وليس العيب في القوانين. كما قلنا، هو العيب ليس في الإسلام، وإنما العيب في المسلمين. ولذلك الموضوع، لنأتي إلى مفردة بسيطة، وهي مسألة المساواة. المساواة لو نرجع إلى كل المذاهب الإسلامية تقول بها، وتنص على أن المساواة في المقدمة من عندها المساواة أمام القضاء. وكذلك أيضا هناك المساواة في التوظيف، المساواة في التكاليف العامة، يعني من الناحية الفقهية الشرعية. إذا ما رأينا أن المسلم يتساوى مع أخيه المسلم في التكاليف، إذن كيف لا يكون متساوي معه في الحقوق؟ وبالتالي هناك مساواة بين الرأس وبين الذنب، يعني أن يكون، مع الأسف للتعبير، وإنما يعني أن يكون بين الحاكم وبين المحكوم، بين من هو في قمة الهرم السياسي وبين من يكون هو في القاع. هذه العملية المساواة والنظر إلها من وجهة نظر شرعية، من وجهة نظر إنسانية، من وجهة نظر وضعية. وأنا أكرر مرة أخرى، نحن لابد من أن نكون فاعلين في الجدل السياسي الآن الدائر، وليس مستهلكين. نحن فقط نتلقف، يقولون حقوق الإنسان، الإعلان العالمي، الحقوق المدنية والاقتصادية، لربما البعض من عندنا يحفظها عن ظهر قلب. ثم أن هناك مثلا مسألة أخرى، قضية الديمقراطية والانبهار بالتجربة الغربية وما أشاكل ذلك. طيب يا أخواني الأعزاء، لدينا خزين فكري هائل وعملي، هو ليس فقط خزين فكري، هناك تجارب كثيرة مر بها المسلمون. نحن لا نريد أن نغبط التاريخ. التاريخ الإسلامي يحدثنا عن إضاءات عظيمة وكبيرة يقع في مقدمتها حكم الرسول صلى الله عليه وآله، وكذلك حكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. هذين الرجلين، هذين القائدين العظيمين، هذين الإنسانين، نرى هناك نوع من التطابق بين الفكر والممارسة. كيف جرى هذا التطابق؟ هذا جرى بإرادة الناس، بإرادة هؤلاء، بإرادة الرسول صلى الله عليه وآله. إذا كان الرسول مسندا من الله سبحانه وتعالى، طيب ماذا نقول بشأن الإمام علي؟ هذا الموضوع بالحقيقة هو أن البشر بإمكانه أن يبدع. كذلك لو نأتي إلى السلف الصالح، نجد الكثير من الناس الذين قدموا أمثلة رائعة جدا
في قضية الدفاع عن حقوق الإنسان والمحافظة على كرامة الإنسان وحياة الإنسان وحرية الإنسان. لو لذلك أقول أن المشكلة هي مشكلة سياسية في المقام الأول. أنا قلت في الجزء الأول من جوابي وأكرر هذا الموضوع، لأنني أرى أنه لا مناص من التأكيد عليه، إذ أن المشكلة هي مشكلة سياسية قبل أن تكون حقوقية. سادتي الكرام، كل شيء واضح الآن. إذا عدنا إلى ديننا الحنيف نجد أن كل شيء واضح. إذا ما تركنا هذه المسألة وذهبنا بالتسليم بالمنطق العلماني، ذهبنا إلى التشريعات الوضعية، نجد أننا كما أسلف نحفظ الكثير من عندها عن ظهر قلب، ولكن ما هو حجم التطبيق؟ لنذهب إلى دساتيرنا كمسلمين كعرب، نجد أن هذه الدساتير والله فيها من الحقوق المسطرة ما يفوق كثيرا بلدان كثيرة متقدمة في العالم، لكن أين التطبيق؟ نجد نفسنا إحنا في ذيل القائمة، نجد أن أكبر الانتهاكات تمارس ضد الإنسان في بلداننا التي تملك دساتير راقية، نجد أننا غير متفقين مع بعضنا بالوقت الذي لدينا اتفاقيات اعتماد وكذلك تكامل وما شاكل ذلك. إذن المشكلة هي مشكلة سياسية في المقام الأول وليست مشكلة حقوقية. هذه الأنظمة السياسية لأنها فقدت الشرعية، أنها تحاول أن تفتش عن شرعيتها بما يسمى في فترة الثورات والمد القومي كانت تسمى الشرعية الثورية التي جاءوا لنا بها، ما أعرف هذه من أين جاء بها. هذه الشرعية الثورية هو أن هناك نوع من الفرض الأيديولوجي على الآخرين وما عليهم إلا الاتباع والخروج عن هذا المنطق الأيديولوجي، وهذا أسميه التكميم والتعميم بأنه يضمن بقوانين تقتل الإنسان لمجرد التعبير عن رأيه أو مجرد الحديث عن نقد لحاكم ما وما شاكل ذلك. بعد ذلك جاء إلينا بالديمقراطية الغربية. الديمقراطية الغربية يا سيدي العزيز إذا ما أخذت فهي ديمقراطية متوحشة، لأنها تنطلق من اعتبارات قومية علمانية. للأسف أقول هذه التعبيرات أنها في الداخل على أرقى ما يمكن، ولكنها في الخارج متوحشة. أليست الولايات المتحدة الأمريكية تمثل قمة الديمقراطية الغربية بين قوسين؟ اليوم نجد أفعالها المشينة التي تمارسها في العراق وغير العراق، وكذلك محاولتها أن تفرض أنماط معينة من السلوك على الحكومات. لنأخذ الازدواجية الآن في المعايير الدولية، هناك برنامجين نوويين في منطقتنا، برنامج إسرائيلي طيب وبرنامج إيراني. دكتور عزيز، يغض النظر عن البرنامج دكتور عزيز الإسرائيلي لو سمحت لي، الذي تسلح بالسلاح النووي لأسنانه ويذهب إلى إيقاف برنامج سلمي. لكي